الرحمن الرحيم متابعي قناة ليبيا الرياضية أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم اليوم في لقاء شباب الجبل والهلال الذي يحتضنه ملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء. اليوم هذا اللقاء الهام، هذا اللقاء اللي يهم الفريقين بكل تأكيد، هذا اللقاء اللي يطمح من خلاله بالذات فريق الهلال أن يبقي حظوظه في التأهل للرباعي، خصوصا أنه في منافسة شرسة كما يعلم الجميع مع فريق الأخضر الذي يلعب الآن وفي هذه الأوقات مع الأنوار هناك في بنغازي. الكرة ما زالت لمصلحة فريق الهلال لحد اللحظة، لا زال فريق الهلال يحتفظ بكرته في الخلف. هنا مصطفى حمزة في اللقطة الماضية رجحها للحارس، وفي النهاية عند شكربة، شكربة أمامية طويلة عالية باتجاه المهاجمين، وعبد الرحيم شحات يخرج على الكرة في الوقت المناسب بضربة رأسية يبعد الخطر، يبعد التهديد. كرة من جديد لفريق شباب الجبل أمامية عند أنس الورفلي، بعيدة على أنس، وسط احتراز كان من المهاجم كوفي المحترف الفواري اللي كان غير راضي في اللقطة الماضية على قرار الحكم. هنا أنس الورفلي يضغط على شكربة وفي النهاية الحكم يشير إلى خطأ، ضربة حرة غير مباشرة لمصلحة الهلال. خط كوفي ومعه وكرة الآن عالية باتجاه رؤوس المهاجمين بعيدة على أنس الورفلي، لكن يصل إليها أنس، يصل بالفعل أنس، واحدة واثنين، يعود أنس باتجاه خط مقدمة جميلة، كرة جحفر الشلوي، واحدة واثنين، ضاعت منك يا جحفر اللي نفذ الكرة ولكن لقت حتفها عند المدافعين. يراوغ طارق السعيد يدخل منطقة الجزاء، يمر يعود طارق، ولكن في النهاية تخرج الكرة، لا لم تخرج، تعود من جديد لمصلحة الهلال. معاد العمامي، كرة عالية، أنس المصراتي ورصية أنس، ما زالت الخطورة، ما زال الهلال يشكل الخطورة، ما زال الهلال يبحث، وفي النهاية افتكت الكرة من قبل لاعبي فريق شباب الجبل. أنس الورفلي يعطي كرة خاطئة من أنس، ارتدمت بالمدافع، عادت تعود من جديد لفريق الهلال. مشجر طيبة عرضية بعيدة من معاذ، هذه اللقطة الماضية من اللاعب معاذ العمامي، والكرة العرضية عادل الزوي على سيلة. عموما كرة سترفع مباشرة بالفعل، ترفع مباشرة باتجاه المهاجمين، أنس الورفلي في مرة، ما زالت الكرة لمصلحة الشباب، إبعاد في النهاية من قبل معاذ العمامي، تعود وجدي بحرون، المطالبة بلمسة يد بالفعل، ضربة حرة مباشرة على حواف منطقة الجزاء. حسام مبيا هذه اللي عادها، لمسة يد بالفعل كانت على عادل المشاهدين، وجدي ينفذ الكرة، أول تابعناه سويا وشهدناه انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف أكيد، وشاهدنا فيه خطورة بعض الشيء لشباب الجبل مع وجود أيضا بعض الخطورة لفريق الهلال. مباراة لم نشاهد فيها فرص حقيقية، فرص خطيرة يعني بين الفريقين، ونأمل أن نرى الأهداف، أن نرى أكيد الكرة في هذا الشوط، الشوط الثاني من هذا اللقاء، لقاء شباب الجبل والهلال. ممكن حنشوفوه في هذا الشوط الثاني احمد البوسعيدي اللاعب التونسي المميز اللي قدم تغطية دفاعية كانت حاضرة من قبل حسين صالح. انس من جديد، المحاولة هنا ليرفع الكرة ولكن في النهاية التغطية موجودة والافتكاك موجود، تعود الكرة من جديد، مجد الرطيبة كما جاءت عالية ولكنها اسهل بالصدر، عالية بالرجل اليمين، كرة لناحية شباب الجبل، ربما هي الفرصة الخطيرة. هناك سيلة سيكوفي او كوفي يمر بشكل رايح، سيلة خطيرة، هو جول، خطيرة، خطيرة جدا لمصلحة الشباب، رائعة الكرة لمصلحة الشباب. شوف الإعادة، شوف المرور، شوف كيف كان رايح كوفي في المرور من محمد شكربة، رايح كوفي، ثم تمهيد من سيلة لجحفر الشلوي، ولكن حسام مبيا كان موجود، ينفذ اللعبة بسرعة عند ناحية يوسف مينا من جديد عند ناحية أسامة عياد، كرة ما زالت لمصلحة الهلال، أنس المصراتي، رائع عبد الرحيم الشحات. إعادة هذه اللقطة الماضية، هذه كرة شباب الجبل، شاهدنا بعدها كرة للهلال، شوف الكرة، شوف الكوفي، كوفي شوف كيف مر، شوف كيف مر، كوفي أخذ محمد شكربة ذهابا وإيابا في اللقطة الماضية. كرة الأخرى أنس المصراتي، والانتباه كان من عبد الرحيم شحات اللي استفاق في الكرة الماضية وكان منتبه ونهض بعد سقوطه، وهذه كرة من أنس ورفلي عرضية عالية، خروج لحسام مبيا في اللقطة الماضية، تعود الكرة لمصلحة أسامة عياد، أسامة بالعيد، أو أسامة بالعيد يعطي كرة عند التجوري، الافتكاك كان موفق من قبل لاعبي فريق شباب الجبل في اللقطة الماضية، كرة عالية باتجاه المهاجمين، باتجاه كوفي، المطالبة بلمسة يد، الحكم لا يشير إلى شيء. صالح، هذه الإعادة أيها السادة المشاهدين، كرة ربما لمست اليد،
جعفر الشلوي تنفذ الكرة والحكم يشير إلى ركلة جزاء، ركلة جزاء يشير إليها حكم اللقاء حكم المباراة لشباب الشباب في هذه اللحظات في هذه الأثناء. إذا أيها السادة المشاهدين، الدفع اللي كان أعتقد أثناء تنفيذ الركنية من قبل لاعب الهلال قبل التنفيذ، هذه الإعادة. المسك كان واضح، المسك كان واضح، المسك واضح، المسك واضح في اللقطة الماضية، وركلة صحيحة لشباب الجبل. مسك كان من قبل اللاعب أسامة بالعيد حسين، حسين حسين صالح، وهدف أول، هدف أول لشباب الجبل أيها السادة المشاهدين. حسين صالح يسجل الجول الأول لشباب الجبل. كان على لمسة يد في اللقطة الماضية، الحكم لم يشير إلى شيء. يعود اللاعب سريعة مرتد، هجمة الآن سريعة بالنسبة للهلال، خطيرة المصراتي، كرة خطيرة جدا من العبار. وصلنا وهذه التسديدة، ولكن لا، وصلنا أيها السادة المشاهدين للدقيقة 77 من عمر هذه المباراة، وهذه الكرة على اليسار لناحية اللاعب أحمد العبار، أحمد العبار يعطي كرة أمامية خطيرة لا عادت لمصلحة الشباب. حسين صالح يرفع الكرة باتجاه المهاجمين، رأسية، هدف الثاني، خطيرة، ولكن حسام بي تفطن. عموما كرة لمصلحة من؟ لمصلحة الهلال، خطيرة خطيرة الهلال، ربما التعادل، ربما التعادل، جول 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 جول، هدف، هدف التعادل لفريق الهلال، هدف التعادل عن طريق البديل أسامة بالعيد. إذا أسامة بالعيد يحرز هدف التعادل. وهذا شوف 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 شوف، يعني أسامة بالعيد افتك الكرة براسه، انفرد من نفسه لنفسه بالحارس، وضع نفسه منفردا بالحارس عبد الرحيم شحات، واسكن الكرة برجله اليمنى في الزاوية اليمنى أيضا. لناحية الشباب ما زالت البوسعيدي يعطي كرة حسين صالح، الله، لقطة رائعة، ما زالت الكرة لناحية الشباب، ربما هي محاولة الهجوم، ولكن في النهاية الكرة عند اسماعيل الحاسي. وفي هذه الأثناء وفي هذه الأوقات أيها السادة المشاهدين، يعلن الحكم نهاية أحداث لقاء شباب الجبل والهلال بالتعادل الإيجابي هدف لهدف. ينتهي إذا اللقاء 1-1، هدف الشباب عن طريق حسين صالح، وهدف الهلال عن طريق أسامة بالعيد.